كالعادة كاميرا الأردن اليوم بتنزل للشارع بتشوف أراءكم بخصوص موضوعنا اليوم. موضوعنا بيقول أوصف حالك بكلمة. خلينا نشوف شو وصفتوا أنفسكم وشخصياتكم. هلأ بوصف حالي إنه زي ما أهلي علموني بعمل نفس الإشي، وأي بني آدم بتعامل معي نفس ما بتعامل معي بتعامل معه. هاي كل قصتي. مسالم. بحب أختلط بالناس، بحب لقاءاتي تكون دائما ودية، بحب أول انطباع يكون حلو هيك ورايق. الثقة بالنفس، وإذا أنك عارف نفسك ما يهمك باقي الناس كلها، والحمد لله على كل شيء، راضي بنصيبي. بوصف حالي محترم. ليش؟ لأني بتعامل مع الناس باحترام، يعني أني بساعد الناس بأي شيء ممكن أقدر عليه، بأي شيء كان، أي أمر كان حسب ما قدرت عليه. نعم، إن كان أمر بالشغل، أمر مادي، صلح، أي شيء حسب ما قدرتي. ماكلين هوا. ليش؟ الحمد لله، يعني مش ناقصنا إشي، شغل موجود، راحة نفسية موجودة، مع الكاش ديون، مع الكاش التزامات. أنا شخص حنبلي دغري، يعني وعندي القانون زي الموت ما بيستثني حدا. ممكن أكون متلي عندي نوع من المزاح وبعيد عن الجدية، لكن في الأمور الجدية حنبلي. وليش؟ طبيعتي تربيت هيك أنا.